السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده هنعمل مع بعض محشي بتنجان وكوسه وفلفل بطريقه ماما، وطريقه الرز والخلطه بتاعه المحشي موجوده في الفيديو بتاع ورق الكروم. دلوقتي بقى احنا عاملين ايه؟ انا معايا هنا كيلو بتنجان، معايا كيلو وربع كوسه، ومعايا ربع فلفل. انا مقوره طبعا الكوسه والبتنجان وكده عشان خاطر ايه مطولش عليكم في الفيديو. وعامله بقى للكوسه شكل هوريهولكم، اهي منظر الكوسه شايفينها بعد ما بقورها. خلصت التقوير بالناحيه المشرشره اللي هي بتاعه المقوار، بعملها كده بمشي عليها كده بيها، بتعمل الخطوط اللي انتوا شايفينها دي، بتدينا شكل حلو. ومعايا هنا الحله اللي انا هعمل فيها، انا هحط البتنجان والكوسه والفلفل في حله واحده. معايا الحله اهي، حاطه فيها التقوير بتاع الكوسه، وحاطه فيها بقدونس بيديها برضو طعم حلو. ودلوقتي ماما هي تتحشي معاكم البتنجان وهتوريكم. البتنجان ما بنملاهوش كله، بنملاه بس يعني تلات ارباعه، ونسيب الربع الباقي لان طبعا الرز هيزيد، لو مليناه كله هيزيد يعني يطلع خالص ويطلع بره البتنجانيه وهيعجن في الحله اللي احنا بنعمل فيها، فنحاول ما نملاهوش قوي عشان خاطر ما يعجنش معانا ويعمل شكل مش حلو في الحله. اهو ده هي ماما بتوريه لكم، هي مش ماليه قوي اهو، سايبه طبعا فيه من جوه، ودلوقتي هتحطه في الحله. احنا بنوقفهم كده حوالين بعضيهم كده، هتعمل معاك واحدة تانية. واحلى بتنجان طبعا هو البتنجان الصغير دوت، هوريكم برضو شكله اهو. شايفين البتنجانية صغننة قد ايه؟ انا جايبة كيلو البتنجان عامل 15 جنيه، البتنجان دوت صغير. وجايبة كيلو الكوسة، عامل الكوسة عاملة 10 جنيه الكيلو. وجايبه الفلفل، الكيلو الفلفل ب10 جنيه، جايبه ربع اهو. دلوقتي ماما بتحشي معاكو اهو، شايفين يا جماعه من جوه اهو الحله وقعت اهو، شايفين مش مليان ازاي عشان ما يزيدش طبعا الرز ويبهدل لنا الدنيا. هنحط دلوقتي بقى ماما هتعمل الكوسه برضو، تحشيها معاكو. اهي شايفينها برضو من هنا، خلاص يا ماما حطيها. احنا بقى هنوقفهم بقى كلهم جنب بعضيهم، بس بعد ما نخلصهم هنحشيهم بقى كلهم ونوريكم شكلهم. ماما بتعمل واحدة فلفل اهيت برضو هتوريها لكم، وبعد كده هنعمل الكمية دي كلها ونوريكم الشكل في النهاية اهو برضو. تمام كده، هنخلص بقى الكمية دي ونرجع لكم. رجعت لكم دلوقتي بعد ما حشيت اهوت البتنجان والكوسة والفلفل زي ما انتم شايفين كده. احنا بنرصهم كده، بنوقفهم ما بنخليهمش يعني، في ناس بتبقى منيمة مع الكوسة يعني رصاها كده زي ورق الكرنب كده، بتبقى رصاها جنب بعضيها، بس لا عشان الرز بيطلع بره وبيعجن بيبقى مش حلو، فاحنا بنوقفه كده زي ما انتم شايفين. ومعانا شوربة اهيت بتاعت لحمة، لو انت ما عندكيش شوربة لحمة هتجيبي مية سخنة وتحطي عليها مرق الدجاج، ومعاها معلقه سمنه عشان تديها يعني يبقى فيها ماده دهنيه، وتسقي بيها المحشي بتاعك. دلوقتي احنا هنحط بقى الشوربه بتاعتنا على المحشي، بس طبعا مش هنملى الحله كلها عشان خاطر ما يعجنش مننا. بسم الله. اهو زي ما انتم شايفين كده احنا حطينا الشوربه، بنحط نص الحله شوربه ما نزوداش عن كده، لان طبعا الكوسه ديت هتنزل ميه معانا، فعشان ما يطلعش معانا معجن هرفعه على النار، واول ما الميه دي تتشرب يبقى فيها حاجات بسيطه كده هوطي عليه، وما يستوي هوريكم شكله. دلوقتي اول محشي استوى معانا زي ما انتم شايفين كده اهو، شايفين شكله. الكوسه هي ما تهرتش معانا الواحده بوحدتها، والرز ما طلعش منها، وده البتنجان والفلفل اهو.
يا ريت تجربوهم وتقولولي في التعليقات طلعوا معاكم عاملين ايه، ولو الفيديو عجبكم متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام عليكم.